السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلنا في المناطق المحررة وحول العالم وفي كل مكان. نرحب بكم من هنا من سوريا الحرة في القسم الثاني من الندوة المخصصة للعمل النقابي في الشمال السوري. في القسم الأول تحدثنا عن نشأة النقابات في ظل غياب القوانين الناظمة للعمل النقابي، وتحدثنا أيضا عن نماذج بعض النماذج النقابية الناشطة في الشمال السوري، كما تناولنا أيضا بعض الإنجازات لبعض هذه النقابات. نتابع في ندوتنا بداية مع الأستاذ أحمد باسم نعناع نقيب المهندسين السوري الأحرار ورئيس تجمع نقابات الاتحادات الحرة في سوريا. أستاذ أحمد، من كيف تشكل هذا التجمع وماذا يضيف للعمل النقابي في الشمال السوري؟ حياكم الله أستاذ علي من جديد. عملنا مع جميع النقابات الموجودة في المناطق المحررة، وكنا 11 نقابة على التنسيق في المواقف وفي البيانات، وحقيقة كان التعاون جيدا. ابتدأناه بتسجيل مصور حضره الكثير من الإعلاميين ووسائل الإعلام، وعبرنا فيه عبر بيان مصور عن رؤية النقابات مجتمعة في حل الواقع السوري في المناطق المحررة بشكل خاص والواقع السوري بشكل عام. بعد ذاك التاريخ الذي كان في منتصف آب 2022 تم العمل كنقابات على توحيد المواقف من خلال إصدار البيانات الجماعية التي تواجدت فيها 11 نقابة. بعد هذا التاريخ وبسبب يعني عدم التفاعل الجيد من جميع النقابات، كان لابد من الانتقال خطوة للأمام أكثر من موضوع التنسيق من أجل بيان. كان لابد من العمل على التنسيق من أجل الفعل، من أجل القيام على سبيل المثال في التدخل في بعض الشؤون، العلاقات، التوسع، الزيارات إلى آخره. فتوافقت رؤية 6 نقابات على أن ننشئ تجمع، كان ذلك في منتصف عام 2023، وكانت تلك النقابات نقابة المهندسين ونقابة المعلمين ونقابة الاقتصاديين واتحاد طلبة سوريا الأحرار واتحاد العام لنقابات العمال واتحاد المقاولين للإنشاءات. بعد ذلك مؤخرا انضمت إلينا نقابة الأكاديميين، وبقي العمل مع باقي النقابات إن كان نقابة المحامين أو نقابة الصيادلة أو نقابة أطباء حلب أو نقابة التمريض والفنيين المركزية في موضوع التنسيق في البيانات. بينما نحن النقابات 6 الذي أصبحنا 7 كان العمل أكثر تنظيما، كان هناك إدارة لهذا التجمع ورئاسة دورية متفق عليها كل 6 أشهر تكون رئاسة هذا التجمع لإحدى النقابات بالتوافق وبالنقاش لهذا الموضوع. تواجدنا مع بعضنا البعض حقيقة أدى لعدد من الإنجازات أو من الأعمال التي نحسبها أنها نقطة تحول في العمل. بدأناها بموضوع الحشد والمناصرة لكافة النقابات، يعني أي نقابة أو أي منتسب لإحدى النقابات ربما يحدث معه أي حادث، أي خلل، أي اعتقال، أي مشكلة، كنا يعني نتدخل بهذا الموضوع. الأمر الثاني كما ذكر الأستاذ محمد، كان لتجمع النقابات دور جيد في المؤتمر الوطني الأول للتعليم ما قبل الجامعي الذي تواكب مع إضراب المعلمين وحقق ولله الحمد جزء من ما يصبو إليه الأخوة المعلمين. بنفس السياق تم يعني عمل التجمع في مساعدة بعض النقابات في الحوكمة الداخلية وفي إنشاء بعض النقابات مثل اتحاد نقابات العمال كدليل على هذا الموضوع. كمان ساعدنا وساهمنا في حل بعض الخلافات إن كان في ضمن النقابة أو الاتحاد أو ضمن النقابات فيما بينها، وصولا لأن يكون للتجمع هذا العمل. على الصعيد المجتمعي والسياسي كان لنا دور بارز في وثيقة المناطق 3
المعروفة، يعني ليس هناك مجال لشرحها. كذلك الأمر كان مع نقابة المحامين فرع حلب واتحاد ثوار حلب، كان لنا عمل مميز في غرفة المجتمع المدني والحصول على مقعدين بعد التواصل مع مكتب مبعوث الأمم المتحدة لسوريا. كذلك الأمر يعني ساهمنا مع باقي المكونات المجتمع وخصوصا رابط الأحزاب في تأسيس تحالف أسميناه تحالف القوى المدنية والسياسية في سوريا، هدفه أن يكون هناك تفاعلية وتشاركية وحشد ومناصرة لقضايا المجتمع المدني والسياسي في واقعنا. تقول أستاذ رمضان، من حيث أنتهى أستاذ أحمد باسم نعناع تحالف القوى المدنية والسياسية، إذن الدور الرئيسي الذي ينشط فيه التجمع هو دور سياسي، والمكونات التي قام عليها هذا التجمع هي مكونات نقابية مهنية. كيف تتم الموازنة بين الدور المهني للنقابات والدور السياسي والاجتماعي في تجمع النقابات واتحادات الحرة في سوريا؟ هلا إذا ودنا نحكي الآن بالأخير، نحن عم نصبو إلى دولة يعني تواكب الدول المتقدمة. اليوم بالدول المتقدمة لم يعد هناك هذا الفرق الكبير بين التنظيم المجتمعي والتنظيم السياسي. يمكن هلا أستاذ محمد ممكن هيك يراجعنا بهذا الأمر. فالآن كتنظيمات مجتمعية هي جزء من سياسة الدولة، والسياسة تؤثر على هذه التنظيمات المجتمعية. فالفصل بينهما يمكن أن يعيدنا إلى نظام أسد. ليش؟ أنت تنظيم نقابي ما شغلتك سياسة، ممنوع تعمل بالسياسة، ممنوع تحكي بالسياسة. بالأخير كنقابات ليس لدينا طموح أن نصل إلى السلطة، ولكن كجمهور هذه النقابات من حقه أن يمارس السياسة، ومن حقه علينا أن نرفع لديه الوعي السياسي حتى يكون قادر على التمييز في سوريا التعددية السياسية بين هذه التنظيمات السياسية. الآن في المراحل، في الحالات العادية، في حالات الاستقرار، هناك دور سياسي للتنظيمات المجتمعية وتنظيمات المجتمع المدني وبالأخص النقابات. فما بالك في حالة مثل حالة سوريا؟ نحن الآن في ظل ثورة قامت على دكتاتورية للانتقال. دكتاتورية تعني إزاحة وإعدام المجتمع المدني، ليس له صوت، ليس له قرار، ليس له مشاركة، ليس له أي شيء. في تعليمات بتنبعت للمسؤول الحزبي، المسؤول الحزبي بحكي مع النقيب، النقيب بنفذ، صح؟ أما الآن نحن عم ننتقل إلى هذا الطور الجديد. هذا الدور السياسي هو دور أساسي، ولكن هل نغفل عن الدور المهني؟ لا، بالعكس، تجمع النقابات ساهم مساهمة حقيقية في نوع من التشاركية بدعم ومناصرة حتى في الدور المهني. الآن بالدور السياسي موضوع التحالف، نحن بالأخير في عنا أهداف، عم ننتقل من النقابة الصغيرة بأهداف المهنية الصغيرة، عم تنتقل لاتحاد صار في عنده أهداف أكثر استراتيجية، عم ننتقل لتجمع نقابات كمان صار في عنا أهداف معينة بتشمل كل النقابات. الآن في آخر ما وصلنا إليه بموضوع تحالف القوى المدنية والسياسية، أصبحنا نتكلم بالقضايا على مستوى الوطني الشامل الذي يشمل كل سوريا. ماذا نريد من سوريا الجديدة، سوريا المستقبل؟ فهذا الأمر أنا أراه ضروري ولازم بوضعنا بشكل خصوصي، وحتى بعد الاستقرار يجب أن تبقى هذه التنظيمات مساهمة في منع إعادة الدكتاتورية كما حصل في غير بلدان. أنت كتنظيمات، كل ما كانت هذه التنظيمات أقوى ومتماسكة مع بعضها ستحول دون عودة الدكتاتورية في حال إن شاء الله وصلنا إلى إسقاط النظام ودولة فعلا تقوم على التعددية السياسية. انتقل للأستاذ محمد. أستاذ محمد صباح، كيف يقوم التجمع بمناصرة مكوناته؟ ذكر الأستاذ أحمد باسم نعناع الآن التجمع يقوم على 7 نقابات، كيف يقوم بعملية مناصرة لهؤلاء لهذه المكونات، وما هي أبرز التحديات التي يعني يواجهها التجمع في توسيع دوره في هذه المناصرة؟ طبعا من بداية تشكيل تجمع النقابات تم تشكيل مجلس إدارة وأيضا مجلس للأمانة، وتم ترجمة هذا الأمر بوجود مجموعات على الواتس أب. أمانة للتجمع وإدارة التجمع. نعم، إدارة للتجمع وأمانة للتجمع، كل نقابة يمثلها 3 في الأمانة. مجلس الإدارة مكون من النقباء،
تم إيجاد مجموعات الواتساب لخلق تواصل أكبر بين هذه النقابات في حال حدوث أي مشكلة مع تعترض أي نقابة من النقابات أو وجود أي اقتراح. ممكن أن تقوم هذه النقابات بمناصرة قضية نقابة معينة مثلا، يعني ساهمت النقابات في حوكمة بعض النقابات في قضية انتخابات الطلبة، كان هناك مشاركة قوية جدا لتجمع النقابات في انتخابات اتحاد الطلبة. أيضا كان في مناصرة لقضايا المعلمين من خلال المؤتمر، من خلال مناصرة القضايا الفردية، يعني تم مثلا كمعلمين أكثر من حادث اعتداء على الكوادر التدريسية، يعني مباشرة كان تجمع النقابات يصدر بيان بتنديد الحادثة ويجري تواصلات لحل هذه المشاكل. أما بالنسبة للتحديات التي تواجه، يعني حقيقة هو وجود نقابات خارج التجمع، يعني هذا يضعف التواصل. يعني أيضا في وجود المشاكل الداخلية لبعض النقابات أيضا تعتبر من التحديات التي تواجه قضية المناصرة. إذن هناك طموح لأن يضم التجمع كافة النقابات الناشطة الآن في الشمال السوري. على ما زال التنسيق موجود يعني مع الأخوة الموجودين في النقابات الأخرى، وأيضا في مع النقابات المشكلة حديثا أو مع النقابات التي خارج إطار التنسيق، التواصل موجود من أجل يعني أنه يكون التجمع إن شاء الله يضم الجميع. أستاذ محمد، تقريبا ما ذكر أستاذ أحمد عام مر على ولادة تجمع النقابات الاتحادات الحرة في سوريا، وهو نموذج موجود في العديد من الدول العربية. في إطار عام كيف تقيم هذه التجربة؟ أهلا، بداية خلينا نكون تقييمي بناء على عدد من المؤشرات. مؤشر التنسيق العلاقات والتشبيك بين النقابات واضح أنه التجمع قدر يعمل هذا الشيء لأعضائه، يعني وهذا بتجسد بشكل كتير كبير بالمواقف والبيانات بتصدر بشكل مشترك، وهذا بفرجيك أنه أنا في عندي من أنواع الكتل المدنية اللي عم تعمل مع بعض، وهذا ضروري أنه عادة السوريين ما بيشتغلوا كتير مع بعض. المؤشر الثاني اللي تلمست يعني جزء من يعني من طرق القياس فيه انه فعليا الخطاب العام لدى النقابات اختلف، يعني اصلا كيف الناس ممكن تتطور افكارها من خلال المناقشه والحوار مع الاخرين، وبالتالي وقت تكون نقابه المهندسين واتحاد العمال ونقابه المعلمين هن باجتماعات دوريه بصير في طرح القضايا من زوايا مختلفه، فالناس من طبعها بتتعلم من تجاربها، هي اهم طريقه للتعلم. الامر الثاني اللي لفت نظري كمان كمؤشر على عمل الاتحاد هو يعني التفكير العقلاني بفكرة أنه أنا إذا بدي أنشط بإطار المجتمع المدني ففي عندي مسار دولي فيه غرفة للمجتمع المدني، هي عقلية أنه أنا ما بتعامل ما أنا ما بدخل بمسار تفاوضي، أنا ما لي دور مع المجتمع المدني، أنا هون الموجود بالداخل لازم أخذ، هذا ما منطق بالعمل لا المدني ولا العمل السياسي. فكان في عقلانية بالطرح، طالما أخي نحن مجتمع مدني في غرفة للمجتمع المدني نحن بدنا نكون موجودين فيها، مو قضية والله نحن بنمس وانتم ما بتمثلوا، هذا كتير تطور بالعمل هل انا يعني برقبه. المؤشرات اللي خليني اجي اقول اللي بتمنى انه ما يقع فيها الاتحاد هي فكرة انه نحن نكون المظلة الجامعة لكل النقابات، هذا ما كتير ضروري، وان وجدت 20-30 نقابة ما في 7-8 نقابات شعروا انه هنن اقراب من بعضهم وبدهم يشتغلوا مع بعض، في حدا خليني اقول مو عم يمثلون عم يمثل رؤيتهم لمقاربة القضايا. أيضا المؤشر كمان كان بده عمل بتخيل أفضل، كان يجب على تجمع النقابات وبعرف اشتغلوا بكتير بهذا السياق انه يستطيعوا يتلافوا بعض الازمات اللي بقوا فيها بعض الاتحادات والنقابات، لعبوا ادوار ولكن كان ممكن ينشغل اكثر اذا كان عندنا طرح اوضح لكيف منقارب هاي القضايا، مثال اتحاد الطلبه. يعطيك العافيه. الله يجزيك الخير. اعود للاستاذ احمد باسم نعناع. ذكرت استاذ احمد انه انتم الان جزء من تحالف القوى المدنيه والسياسيه، كيف استراتيجيتكم ضمن التجمع في نسج هذه التحالفات ضمن المشهد الوطني؟ وهل ما زال نشاط تجمع النقابات منحصر في الداخل السوري أم بدأ يمتد للأطراف خارج الشمال السوري؟ شكراً أستاذ علي على هذا السؤال، أنا بعتبره يعني أنه مهم. الله يبارك فيك يا رب. هلأ التجمع حبينا ننطلق درجة درجة مع يعني صعود شاقولي وتوسع أفقي. توسع أفقي من خلال النقابات
مثل ما ذكر الأستاذ محمد المؤمنة بفكر معين، ما شرط أنه كل النقابات يكونوا ضمن التجمع، ففي نقابات موجودين معنا بالتنسيق أو بغرفة التنسيق النقابات. هذا الموضوع يعني خلينا ناخذ مساحة لا بأس فيها بالعمل المجتمعي. صار كل العاملين والناشطين والفاعلين في المجتمع المدني لابد من أنه يكون التجمع موجود في فعالياتهم، إما يعني شخصية التجمع أو بشخوص النقابات الأخرى أو المنتسبين لهذا التجمع. وكان في مثل ما بقولوا كيمياء عضوية ما بين التجمع وما بين النقابة، مثالا نقابة المهندسين. هلأ أكيد يعني النظرة كانت من خلال التوسع، أنه مو ما نضل أنه منحصرين ضمن قضايا معينة، قضايا فقط في المجتمع المحلي، لأنه نحن القضية السورية ما هي فقط محلية، القضية السورية إقليمية ودولية، فكان لابد من التواصل. كان مثال عليها مثل ما ذكرت لك منذ قليل، المثال الأول هو وثيقة المناطق الثلاث، حيث تم التواصل مع شخصيات من الدرعة وشخصيات من السويدة، وكان الطرف الأساسي اللي موجود في منطقة الشمال هن النقابات، وفي معنا شخصيات مستقلة أخرى، بس ولكن كان لتجمع النقابات في صياغة الورقة وفي وضع التعديلات عليها ونشرها وتلقي أو استقبال التوسع في هذا الموضوع. كذلك الأمر في غرفة المجتمع المدني، كمان هذا الموضوع نفس الشيء، عم نسعى ليكون في لتجمع النقابات والنقابات بشكل عام دور في إعادة هيكلة مؤسسات السورية أو مؤسسات المعارضة، لأنه نحن كتجمع نقابات بدرج بشكل خاص وكتحالف للقوى المدنية والسياسية، نحن مؤمنين بضرورة الحفاظ على مؤسسات الثورة، لأنه منعتبرها هي مؤسسات نشأت من رحم الثورة، هي ملك للشعب، وما حدا بحق له أنه يلغي هاي المؤسسات أبدا، لأنه هي نتاج ثورتنا، ولأنه في يعني بشكل أو بآخر اعترافات بهاي المؤسسات. بس نحن عنا قناعة كبيرة أنه لابد من إعادة هيكلتها وهيكلة جذرية. هذا الموضوع ما بيتم أنه كل من بارك في مكانه، لابد من هذا التواصل اللي جنابك حكيته، واللي نحن فتحنا قنوات بهذا التواصل لنأكد أنه ضرورة الحفاظ على الثورة، الحفاظ على مبادئ الثورة، الحفاظ على مؤسسات الثورة، مع العمل دائما على إعادة الهيكلية للوصول للنموذج في مناطقنا اللي ممكن يكون جاذب لكل السوريين ولكل المناطق السورية. أستاذ رمضان، أكثر ما واجهته يعني النضال الثوري في 13 عام وكان قضية الاستجابة بطريقة رد الفعل. بين الفعل ورد الفعل، كيف يتعاطى التجمع نقابات واتحادات الحرة في سوريا مع هذه القضايا، قضايا وخاصة نموذجا الآن الحراك المتواصل في الشمال السوري؟ أولا خلينا نبلش من قاعدة أو بعض القواعد اللي انطلقنا فيها بالعمل، سواء النقابة أو على مستوى تجمع النقابات أو حتى على مستوى التحالف. نحن عم نقول أول موضوع هو نحن تنظيمات مجتمع مدني لازم تكون مستقلين. يعني دائما للأسف في نظرية كأنه جاي من العهد القديم، أنه أنتم تابعين للحكومة، شو تنظيم مجتمع مدني أو نقابة كيف يتبع للحكومة، ولكن هل نحن على علاقة عدائية مع الحكومة؟ لا، نحن في تواصل وعلاقة مفتوحة مع الحكومة ومع باقي الجهات الأخرى سواء المدنية أو السياسية. هذا المنطق الأول. المنطلق الثاني هو موضوع الحوكمة وعن طريق السبل الديمقراطية. نحن كتنظيمات مجتمع مدني وبناء على أهداف الثورة نعتقد أن عدم تحقيق ذلك هو طعن في ظهر الثورة، فموضوع تمثيل الناس عبر اختيار الناس وعبر الطرق الديمقراطية هو أساس في تجمعاتنا من البداية، من نقابة لتجمع نقابات لتحالف. الأمر الآخر خلينا نقول نرجع لموضوع الاستقلالية. نحن الآن هل مطلوب منا أن نكون إذا لسنا تبع للحكومة شو منكون مع الحكومة؟ متكاملين. شلون متكاملين؟ بمعنى أنا علي أن أعرض القضايا التي يجب أن تصل إلى الحكومة. توا ذكر الأستاذ محمد أنا لازم أكون صلة وصل، وهذا ما حصل من فترة قريبة، تم عقد اجتماع وتم بناء على الحراك الحاصل بالأخير لازم يكون في مطالب للناس، هذه المطالب محقة ولكن بصياغة تنظيمات
يعني بالأخير إلى منهج معين. جمعنا هذه المطالب وقدمناها باليد إلى الحكومة السورية المؤقتة مطالبين بما يطلبه الناس وفق الإطار القانوني والذي نراه صحيحا كتجمعات ونقابات. بالجهة الأخرى نحن جزء من الحراك لأنه نحن بالأخير تنظيمات مجتمع مدني، فأفراد المنتسبين لهذه النقابات هن جزء من الحراك. نحن لا نعطي توجيه سياسي وإنما نعطي رؤية عامة، ولكن ممكن نقول هلأ اتحاد العمال هو ملزم بموقف تجمع النقابات برؤيته لموضوع الاعتصام أو لا؟ قولا واحدا لا، ولكن أنا كدوري كتجمع نقابات وكتحالف قوى مدنية وسياسية، والأصل بهذه التجمعات والتنظيمات أن لديها رؤية كاملة وواضحة، أن تعرض ما هو متفق عليه بين هذه التنظيمات للعمل على الوصول بالطريقة السليمة والقانونية إلى ما يطلبه الناس والمنضوين في هذه التنظيمات. عود للأستاذ محمد صباح ميري، ضمن ما تفضل به أستاذ رمضان الرؤية الوطنية أو الرؤية العامة لنشاط التجمع، هل بإمكاننا اليوم أن نقول أن تجمع النقابات والاتحادات هو صمام الأمان في المشهد الوطني، وكيف ذلك؟ طبعا يمكن. حاليا تجمع النقابات مع التحالفات التي أقامها مؤخرا يعمل على توفير البيئة الملائمة لذلك وتوفير الآليات والأدوات والإجراءات. يعني ممكن نحن يكون في عنا الأدوات هي إطلاق مبادرة أو إطلاق بيان مع جميع القوى السياسية والمدنية والكتل الثورية الموجودة حتى الكتل العسكرية الموجودة من أجل الخروج بصيغة معينة ممكن أن تكون هي صمام الأمان في الشمال السوري المحرر. نعم. أستاذ محمد، كيف يمكن للتجمع، ذكروا الأساتذة تحالفات على مستوى الأحزاب وتحالفات ضمن تجمع النقابات، كيف يمكن له أن يوسع المشاركة لأعضائه في بلورة مواقفه السياسية والاجتماعية؟ بتخيل الأمر يجب أن يبنى على عدة خطوات. الخطوة الأولى البناء الداخلي، يعني أنا أتحول لنموذج عمل نقابي صحيح. هذا الأمر بيرتبط بأنه قديش كل نقابة لح تتجذر فيها قيم الديمقراطية وقيم المجتمع المدني، القدرة على فتح مساحات آمنة للأعضاء للتعبير عن آرائهم، قدرتهم على التأثير، أنه يشوفوا أنه فعليا لهم مصلحة بالبقاء بالنقابة والعمل فيها. هذا كتير مهم. أنا حضرت أحد الاجتماعات يعني خلينا نقول هيئة عامة مصغرة بأحد النقابات، بصراحة كان واضح أنه هذا الشيء موجود. ما بقدر أعمم على كل النقابات من خلال تجربة اللي حضرتها شفت هذا الأمر. الأمر الثاني اللي بتخيل مهم حتى تقدر تقوى النقابات، إنه هي يجب أن تدرك إنه وجودها ضمن إطار المجتمع المدني لا يرتبط بإنه اسمها نقابات، وإنما بالأدوار والقيم اللي بتحملها. فالدخول للمجتمع المدني والخروج منه مو بالمسمى، يعني مو إذا قلت أنا اليوم عندي جمعية تطوعية فصارت هي أوتوماتيكيا جزء من المجتمع المدني. شو القيم اللي عم بحملها؟ شو الأدوار اللي عم أديها؟ هذا اللي بدخلني وبخليني فاعل وممكن أكون أنا قاطرة لكل المجتمع المدني. الأمر الثالث اللي بتخيله كمان مهم، قديش لح تقدر النقابات تشبك محليا ويعني خارجيا مع المجتمعات السورية الخارجية، هذا كتير بيساعد النقابات. في ختام القسم الثاني من الندوة المخصصة للعمل النقابي، لا يسعنا إلا نشكر الأستاذ أحمد باسل النعمان نقيب المهندسين السوري الأحرار ورئيس تجمع النقابات والاتحادات الحرار في سوريا، شكرا جزيلا. ونشكر أيضا الحقوقي رمضان رئيس مكتب القانون في اتحاد عمل نقابات العمال، شكرا جزيلا أستاذ رمضان. والشكر أيضا للأستاذ محمد صباح ميري نقيب المعلمين السوري الأحرار، شكرا جزيلا. وأيضا الأستاذ محمد بقاعي مدير مركز التطوير الإداري، شكرا جزيلا. مجتمع مساند مسائل، إطار يحكم عمل النقابات من خلال ممثلين منتخبين ومن خلال مساءلة من أعضاء أو الهيئات المشكلة لهؤلاء النقابات، هو نموذج نسعى نطمح لأن يكون موجود في مختلف المؤسسات الرسمية التي تمثل الثورة السورية. على أمل اللقاء بكم أعزائي المشاهدين، هذا علي حلاق يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.